السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، هو ازاي نعمل تصميم لمنتج معين وليكن شوز او كاوتش، ويكون في نفس الوقت بسيط وسريع وما ياخدش منا وقت كبير، ويكون بشكل جميل جدا وشكل مختلف عن الاشكال اللي قبله، ويكون في نفس الوقت بشكل متطور وجديد، ويساعدنا في الحصول على عملاء او على اساس ان احنا نبيع المنتج بتاعنا لاي شخص ايا كان، بالاخص لتصميمات السوشيال ميديا. خلينا مع بعض على طول نروح على الفوتوشوب وهنجيب صورة المنتج بتاعنا، وهحط لكم كل حاجة انا هستخدمها، هسيبها لكم في الديسكريبشن برضو تنزلوها وتستخدموا نفس التفاصيل، او لو انتوا عايزين البروجكت جاهز على طول هتنزلوا برضو تحط المنتج بتاعكم على طول، مفهوش اي مشكلة، يشتغل عادي جدا، وهتنزله بكل سهولة، دوبك تضغط على طول على اللينك وهتنزله، ومن بعدها تفتح الفوتوشوب وتبدأ تشتغل عليه او تستعمل الملحقات بتاعته وتستخدمها في التصميم بتاعك بالشكل اللي انت هتكون مرتاح فيه. تمام يا شباب، بعد ما جبنا التصميم بتاعنا معانا هنا ملف السوشيال، هنلاقي معانا هنا اهو، هنجيبه في المكان ده كده بالظبط زي ما انتم شايفين، ضاف ايه ان المنتج يكون محطوط عليه. تمام يا شباب، بعد كده نظبطه طبعا كنترول حرف ايه على المنتج بتاعنا ونخليه في النص بالشكل ده، عايزين ننزله اكتر هننزله، ولكن خلي بالك من ان الخيال ما يكونش نازل عن المكان ده. تمام يا شباب، بعد كده هنيجي هنا على الباك جراوند وهنعمل سوليد، بالشكل ده وليكن، اللي هو اللون اللي موجود في الكلمة اللي فوق على الشوز نفسه. تمام يا شباب، بعد كده نيجي هنا على المربع وهنصغر شوية، ممكن نعمل حاجة وليكن زي كده الشكل اللي احنا شايفينه ده، بعد كده كنترول حرف التي نكبر براحتنا، بعد كده بالكنترول حرف ايه من الجناب من هنا نكبره كده عشان يكون معانا بكل سهولة، وليكن يا شباب هنجيبه بشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام، وبعدين هنيجي هنا نضغط كليكين وهندوس على الجريدنت على طول، هيظهر معانا الشكل ده، نجيبه كده هنضغط وليكن الشكل ده، وهنخليه قريب من اللون الاصفر، ظهر معانا بالشكل ده يا شباب. هنضغط اوكي، هنيجي نبص هنا هنشوف الاضافة من هنا اصفر من هنا اغمق عن اللون الاصفر شوية. تمام، بعد كده هنيجي هنا على اللون الازرق، هنضغط برضو عليه كليكين وهنيجي هنا اهو نفس الشيء، وهنعمل كده وهنخلي دي دايرة، خلي اللون الازرق، وهنا هنخليه باللون بالشكل ده، وهنا هنفتح اللون اكتر، وهنا نغمق شوية اكتر، ظهر معانا الشكل اللي احنا شايفينه كده. بص الفرق بقت واضحة اكتر، بقت باينة اكتر طبعا. بعد كده هنكتب اسم المنتج بتاعنا بالشكل ده كده، وهنخليه باللون الاسود، نظبطه في النص زي ما هو. تمام، هسيب لكم بروجكت موجود هتلاقيه برضو في نفس الوصف في الملحقات، برضو هتلاقوه في الملف. البروجكت ده هي الكلمة اللي احنا شايفينها دي، اول ما نفتحها كبروجكت على الفوتوشوب وتفتح معانا بالشكل ده، نيجي نبص على اول لاين هتلاقيها، تضغط كليكين هنا اهو عشان تقدر تعدل على الكلمة نفسها. تمام، ونرجع للتصميم بتاعنا تاني، ناخد الكلمة دي كده بالماوس نشدها على الكلمة دي ونخفيها، ونيجي هنا ندوس حرف التي نكبر بالشكل ده، بعد كده ندوس كنترول ايه نظبطها كنترول دي، خلاص تمام. بعد كده هنضغط علامة الاكس هنا اهو، هيجيبنا على البروجكت بتاعنا الاساسي هنا اهو، وهتلاقي اللاير التالتة اختفت. تمام، هتلاقي اللاير التانية اللي هي فيها البروجكت بتاعنا هنضغط عليه، ظهر معانا الشكل ده يا شباب، اول ما نضغط عليه تلاقيها ظهرت معاك الكلمة هنا اهو على التصميم ده،
تمام، هنيجي هنا وهنيجي هنا، هنا نفس الشيء، نشيل الباك جراوند ونشيل العناوين، ظهرت معانا الصورة بالشكل ده. تمام، بعد كده هنيجي نضغط من اول هنا كده كولر كوريكشن ونضغط حرف الشيفت اللي في الكيبورد، بعد كده نضغط على اف اكس شادوز، بعد كده كليك يمين ونخليهم اوبجكت على طول، تظهر معانا بالشكل ده. انا هاخدها كده الصورة وناخدها على البروجكت بتاعنا، نسيبها هنا كده كبيرة جدا، هنصغر. بعد كده نضغط حرف كنترول، بعد كده حرف التي عشان نقدر نصغر المساحة بتاعتها، ونخلينا متأكدين ان احنا دايسين على اللاير نفسه. بعد كده نكبر، بعد كده نضغط صح او اوكي، ظهرت معانا بالشكل ده. نشيل اير اللي تحتيها تلاقيها بالشكل ده، عايزين نضغط كنترول حرف ايه ونظبطها تيجي هنا عشان خاطر الخيال ده يا شباب، فاحنا هنجيبها بايدينا احنا بالشيفت والاسهم اللي في الكيبورد، نظبطها كده نوازيها في النص بالشكل اللي احنا شايفينه ده يا شباب. تمام، بعد كده نقدر نمسح الكلمة دي عادي ونكتب بقى على دي بالشكل ده. بعد كده هنيجي هنا على السوشيال بتاعتنا وهنحط اللوجوهات بتاعتنا كلها زي ما احنا متعودين. تمام يا شباب، بعد ما حطينا السوشيال بتاعتنا كلها كاملة هنيجي هنا اهو، هتلاقي ان انا سايب لك لاير هنا اهو، ندوس عليها نضغط عليها وهنجيبها بالشكل ده هنا اهو، وندوس صح هيظهر معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده، اكنها قماش او اكنه ورق زي ما انت ما شايف كده، يديك برضو شكل لو انت شلته، لو انت ضفته هيديك رونق اكتر للتصميم بتاعك. بعد كده هنيجي هنا تلاقي برضو دي موجودة الديسكاونت بتاعتها بالشكل ده. بعد كده هنيجي هنا على الشوز بتاعنا، هنكرره مرة كمان ونعكسه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، نجيبه هنا بالشكل ده يا شباب وهننزله تحت عند المكان ده كده. بعد كده هنعمل ماسك من هنا وهنيجي من هنا ونشيل جزء كبير منه ونخليه 20 بالشكل ده، بعد كده نظبطه يظهر معانا الشكل النهائي ده يا شباب. بعد كده حابين نضغط هنا وندوس على اخر لاير احنا عاملينه يكون شغال بالشكل ده، ندوس كنترول شيفت الت حرف الاي، بعد كده ندوس فلتر كاميرا رو ده لو احنا حابين نعدل في الالوان، ونيجي هنا على الاخيره بالشكل ده. لو ضغطنا هنا نلاقي في فرق في الحدة في الألوان زادت شوية أو أكتر. بالشكل ده يا شباب، بعد كده نضغط اوكي يظهر معانا الفينيش بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد، وفي نفس الوقت هسيب لك كل حاجة في الديسكريبشن، سيب لنا تعليق قول لنا في رأيك في التصميم، وقول لنا لو في تصميم معين انت محتاجه قوله لنا برضه في التعليقات، ولو انت محتاج تصميم لشيء معين او مونتاج لفيديو معين تقدر برضه تكتبه لنا في التعليقات، وان شاء الله هعمل لك فيديو منفصل باذن الله وفي اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.